السلام عليكم. بهاي المحاضرة راح نشرح، ما أدري هي محاضرة من ضمن محاضرة الدكتور أحمد، بس هو قال لي هو البراكتيكال سيشن اللي هاي أعتقد البراكتيكال الثاني وهيك شيء. هنا اللي حناخذه يعني فد شيء كلش بسيط يعني جدا، هو صح 30 ساعة بس فد شيء بسيط. المحاضرة لها علاقة بمحاضرة الدكتورة أسيل الديسكشن اللي أخذناها، الديسكشن الثاني، فالموضوع يعني حيكون كلش سهل. أنا هنا باي المحاضرة راح ناخذ اللي هو السمري، إنه شلون أطلع الملخص وشلون أقدمها كبرزنتيشن، شلون أقدمها بجداول بجراف من هذا الحكي. طبعا هاي الكويز يعني حلو في شيء بسيط. زين، بداية نبدأ اللي هو الداتا سمري اللي هو ملخصات. يعني هنا شلون ملخصات؟ يعني هنا الباي ستاتيك مثل ما قلنا هو كولكشن، يعني ورا ما ذول البوبوليشن جبت من عندهم السامبل، هاي سويت لي إذن الكولكشن. هذول السامبل أكيد ما لازم أخليهم هيش، مثل ما قلنا لازم إنه أرتبهم فسوي لهم organization. وراها أنطي اللي هو الملخصات مثل ما قلنا، يعني مثلا أنا أقول مو إلا بالبرسنتج، يعني ممكن أوكي أنا أقول 40% منهم مصابين بالهارد ديزيز و50% من عندهم مثلا مصابين بالبلمنوري ديزيز و 10% كانوا صحة من هذا الحكي. ممكن يعني بنفس الحالة مثلا أنا عندي يعني 1000 شخص، فأنا بدل ما أقول 40% و50% من هذا الحكي، مثلا حقول إنه أنا هنا عندي 400 شخص بيهم هارت ديزيز و500 بيهم بلمنري ديزيز و100 هم سليمين. فأنا ممكن يعني أوكي، يعني إنما هنا أنا سويت شنو؟ سويت سمري ملخص للداتا اللي أنا عندي. فجنرال أكيد we went to show the data in summary form. أكيد يعني مثل يعني هاي جزء أساسي من الباي ستاتستيك إنه لازم أنطي summary. النورمال number of times that an event occur is of our interest. It shows us the variable distribution. يقصد هنا اللي هو number of time that the event occur اللي هو الفريكونسي، يعني كم مرة هذا الحدث تكرر. يعني مثلا عندك الهارت ديزيز، كم مرة عندي تكرر هذا الحدث، كم مرة تكرر الهارد ديزيز؟ 400 مرة. فهذا هو السمري. يعني بدل ما أنا أقول يعني بس أنا مسوي أوكي اسم أنا مسويهن أوردرد، يعني 1 2 3، بس من أجابة من أنا هارت، من أبل مانوري، من أنا أصحاء، من أنا أبل مانوري، فالموضوع يعني ما منطي ملخص. يعني فأنا أضطر إنه دولي أنطي ملخص اللي عدد مرات حدوث الهارد ديزيز كانت 400، اللي هو مثل ما قلنا الفريكونسي بالضبط نفس كانت ما زمن الدكتورة أسيل. فهو كان generate a frequency list quantitative or qualitative. فهنا أنا ممكن أنا أسوي ال frequency list سواء لل quantitative أو لل qualitative. summary مثلا أسوي summary لل categorical data. زين، يقول إذا we can obtain frequencies اللي هو summary اللي هو عدد مرات الحصول، 400 مرة صار عندي كذا، 200 مرة صار عندي، 150 مرة صار عندي، من أحصلها؟ من الكاتيجوريكال. طبعا هنا بداية ويا الكاتيجوريكال داتا انه انا عندي، يعني عندي مثل ما قلنا انا احصلها من الكوانتيتيتي والكواليتيتي. من الكاتيجوريكال داتا شلون؟ الفريكونسيز اوف كاتيجوريكال داتا ان سمري ذيم. باي سمري ذيم بمعنى انه هو الفريكونسي، يعني عدد المرات اللي طلعت لي المرض او الشغله هاي ان تيبل اور جرافيك. زين، الاكزامبل مثلا وي هاف 21 ايجنتس اوف باراسايتيك ديزيزز ايزوليتد فروم تشيلدرن. يعني انا هنا عندي 21 طفل، من ذول الطفل اكيد طلعت 21 مرض، ذول هنا الباراسايت ديزيز. فهنا انا اذا بالبدايه سوالي اللي هو الكولكشن، ما سوى لا لو اورجنايزيشن ولا اي شيء ثاني. فيقول هنا أنا list of parasites اللي هو هاي سويت لهم list، يعني فقط كتبتهم بلسته. detect show us the idea of the frequency of each parasite but that is not clear. okay، يعني من أنا ممكن أنا أعرف إنه إيش هي الفريكونسي مال each parasite، مثلا الجياريديا لامبيليا مثلا من أنا 1، أوكي يعني أنا ممكن أطلعها من أنا 2 3 4 5 6، فهي متكررة 6 مرات. أوكي، فإذا ممكن أطلع frequency، بس الموضوع it's not clear، يعني مو واضح، يعني ما مكتوبة بالأرقام، فإنه لازم أنا أجي أطلع، فالموضوع مو واضح، خاصة إذا كان فد يعني samples كلش يعني أكثر من 21 100 ألف، ذو عشان حطلعهم، فالموضوع is not clear. if we order them the idea is more clear. لو جيت هنا أنا رتبتهم، رتبت هاي المجموعة، وراها أجيت رتبت المجموعة الثانية، وراها المجموعة الثالثة، هذا أكيد حيكون small clear، حطلع الفريكونسي مالتهم أسرع، 1 2 3 4 5 6.
فهيكون الفريكوانسي مالتهم اسرع من انا همين كذلك همين 6 ومن انا همين 6 ومن انا 3 فيكون الموضوع اسرع بالسمرايزنج ذم. فيقول انه we can show the results in a frequency distribution. هنا اذا هاي الريزلت اللي طلعت لي السمري اللي طلعت لي حطلعها بسمري مثل بفريكوانسي عدد مرات الحدوث انه كم مره صار لي مثلا هذا النوع من الباراسايت. زين فمثلا هاي الدراسه مثل ما قلنا النمبر اوف سايز 21 الباراسايت وراح ياخذ النمبر او اللي هو الفريكوانسي. فانا مثلا الجياردية لامبيليا اخذ لي مثلا عندك 6 وراها 6 6 3 التوتال اكيد لازم تذكرون التوتال 21 طبعا مو انتم تذكرون نفسه يعني هو بالحاسب راح يطلع لك 21 فهذا هو الفريكوانسي. اذا هنا لخصت انه قلت اوكي انا هنا كفريكوانسي عندي 6 اشخاص مصابين بهذا النوع من الباراسايت و6 مصابين بهذا النوع 3 مصابين بذاك النوع فسويت اذا سمرايزنج. هنا أنا ممكن مو بس اسوي سمرايزنج او اسوي انطي الفريكوانسي ممكن انطي حتى الريلاتيف فريكوانسي اللي هو النسبه المئويه. It is useful to show the frequency of each category expressed as percentage of the total frequency. يعني همين الموضوع همين حيكون له اهميه طبعا ليش له اهميه ما اعرف بس حيكون له اهميه لو اطلع الفريكوانسي بالنسبه المئويه فيسموه هذا النوع بالريلاتيف فريكوانسي. اوكي يعني هذا اللي طلعته بس ارقام يسموه بالفريكوانسي لو بنسبه مئويه يسموه بالريلاتيف فريكوانسي. مثل ما قلنا شلون اطلع الريلاتيف فريكوانسي هذا العدد مثلا 6 اقسمه على التوتال وهذا شنو اضربه في 100% حيطلع لي الريلاتيف فريكوانسي. هذا اللي تقرون منه يعني صراحة ما بشي ينقري فقط تجون يعني تفهمون انه تقولون انه اوكي لو انطيته مجرد سويت له اوردر او مو اوردر فقط سويت له listing يعني خليت له لستة يعني هذا يعني حيكون اكيد السامري ما حيطلع لي بذاك الدقة او ما حيطلع لي يعني مو كلير مو كلش واضح. لكن من اجي اسوي له بالاوردر بهذا التنظيم لا حيكون اذا كلش واضح وبالتالي حقدر اسوي له سمرايزنج كلش بسيط. يعني هنا أنا بالنسبه للكاتيجوريكال فهو فقط منطينا نوعين اللي هو انه انا اقدر اطلع الان واقدر اطلع البرسنتج. انا من اقدر ترى اطلع الريلاتيف فريكوانسي الاكيوميوليتيف ريلاتيف فريكوانسي يعني فماكو مشكله. السمري مال الكاتيجوريكال داتا هنا أنا جاي يقول انه sometimes the number of categories is high. يعني مثلا هنا عندك ال death cause مثلا cardiovascular disease 10525 فهو too high فshould diminish the number of categories. هنا شلون يعني لازم هذا العدد مو اخذه كله لان فد عدد كلش ضخم فلازم انه اسوي له diminish اقلل هذا العدد. وشان اقلل هذا العدد عن طريق مثلا واحدة من الطرق اللي هو central tendency بدل ما اخذ ذن الاعداد كلهم اطلع central tendency اللي هو المين او المودة والميديان واخليه يعني واخلص من هاي السالفة بدل ما اخذ 12000 كلهم. اوكي زين الفريكوانسي هنا انا حناخذ مال او اللي هو يعني على اللي هو السمري يعني اطلع ملخص سواء بالفريكوانسي كعدد او سواء كنسبة مئوية. هنا الملي الكوانتيتيف داتا للرقمية فإذا with the quantitative data we need a group the data before to show its frequencies or relative frequencies. يعني يقول لك هنا لازم أسوي لها group طبعا هاي مو group الجروب يقصد بها اللي هو مثلا يقول من 19 إلى 21 من 19 سنة إلى 21 هذا يسموها بالجروب. أما هاي فهو ليست جروبات إنما إيش يعني ملخص طبيعي هسه راح ناخذ الجروبات شلون. فمثل ما قلنا من اطلع الفريكونسي بيها ومن اطلع البرسنتج مالته بشكل طبيعي يعني بي هذا الجدول مثلا يعني انا يعني هنا عندي 19 او يعني اعمارهم 19 هم 52 واحد فاذا اجي اعدهم واحد واحد حيطلع لي 52 وال 52 اقدر اطلع النسبه مالتهم طبيعي. زين يقول with the quantitative data useful to calculate the cumulative frequency. هنا أنا بعكس الكواليتيتيف ما حيكون مفيد بالكوانتيتيتيف حيكون مفيد انه اطلع الكيوميوليتيف فريكوانسي. يعني اوكي ماكو مشكله بالكواليتيتيف اطلع الكيوميوليتيف بس ما حيكون له ذيش الاهميه. الكوانتيتيتيف اذا اطلع عليه حيكون له اهميه ويكون يوسفول بس ايش يكون يوسفول استل ما اعرف يعني هو حتى ماكو شرح عنه.
مثلا احنا نعرف شلون نطلع اللي هو الكيومولاتيف. مثلا قال لي الكيومولاتيف مال ذول ايش قد، انت ما لكم علاقه بالجدول. الكيومولاتيف هو من اسمه تراكم، يعني اجي اجمع القيم. اي اكيومولاتيف للبرسنتج مال الفريكونسي، يعني اي قيمه برسنتج فريكونسي اسوي لها اكيومولاتيف اجمعها. فمثلا بس مال ذول بس ذول اجمعهم، مال ذول بس مال ذول اجمعهم، فما لنا علاقه بالجدول. مثلا مال ذول بس ذول اجمعهم، ايش حيطلع لي؟ هو كاتب لي 23.7، كيف ما له علاقه بالجدول. وشلون طبعا انه يكون، طبعا هذا لو جت يعني كسؤال، لكن انه بالجدول اكيد شلون حيكون هاي هي نفسها، اما الجواهر فلا هي جمع الفوقاهي، هاي هي جمع ذني كلهن، وهكذا البقيه. زين هنا همين منطين يعني مثال، بس مثال مختلف. هنا هو عادين للمن للجروبد للكوانتيتيف داتا، مثل ما قلنا انا يعني حيكون اسهل علي انه اسويهم بجروبات. فانا شلون اسويهم بجروبات؟ هنا بالضبط مثل حكي الدكتور اسيل، لازم احصل المينيمم والماكسيمم فاليو. اذا تتذكروا من المينيمم والماكسيمم كانت بالويدث، هو عباره عن ار على كي، فالار هو الماكسيمم انقصها من المينيمم. فلهذا لازم اني اخذ منو الماكسيمم منو المينيمم اعرفهم. مثلا هنا أنا عندي بهذا الجدول اذا ارد احول الجروبات، الماكسيمم هو 15 والمينيمم هو 1 او اقل من 1. فاذا من انا طلع لي، اذا اقدر اقول انه طلع لي الار اللي هو 15 ناقص 1 حيطلع لي 14. من اجي كذلك decide the number of intervals، اشوف النمبر مال الانترفالز اللي انا اريدهم. يعني مثل يعني يقصد هنا الكي، يعني انا اريد من هنا ايش قد اريد الانترفالز، يعني هاي ايش قد اريدها؟ هل اريدها 5 مجاميع؟ 1 2 3 4 5، اريدها 6، اريدها 7. فيقول انه الكي لازم يكون من 5 الى 15، ما يصير 4 او اقل. يعني من 5 6 7 لحد ما توصل ل 15 هاي مسموحه بيها، اما اقل فغير مسموح وعلى غير مسموح. فهاي الجروبات من اجي اسوي جروبات لازم اقصى شيء اوقف عندي جروب 15، يعني ابدي من 1، يعني اقل شيء يكون عندي 5 جروبات، واعلى شيء هو 15 جروب، ما يصير ازيده. اذا to assure the interval limits، اكيد يعني هذا الوضع، يعني لما اطلع طبعا هو to assure the interval limits، يعني على مود اطلع الانترفال انه انا عندي 15 او 5، هذا الليمت، هذا الحد مالتي. طبعا اقول همين الويدث، لازم انه اشور الويدث لازم ايش قد يطلع لي. همين على مود اعرف قيمه الويدث، يعني ليش لازم اعرف قيمه الويدث؟ على مود افويد للفيرست اور لاست انترفال بين اوبن.